هنبتدي كلامنا واخبارنا من مناقشات وجلسات مجلس امناء الحوار الوطني اللي طبعا تابعنا استئناف اعمال الجلسات امبارح. وكان معانا الحقيقه الكاتب الصحفي استاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الامناء عشان يكلمنا عن ملامح الاجتماع. النهارده بقى خرج بيان تفصيلي عن اللي حصل في الاجتماع اللي استمر حوالي 10 ساعات. الاجتماع كان بيناقش عدد من الموضوعات سواء يعني داخليا او خارجيا اللي ليها الاولويه عند المواطن المصري. في مقدمه القضايا او المواضيع دي طبعا القضيه الفلسطينيه وسياسه مصر الخارجيه، وطبعا الكلام ده كان بناء على توجيهات سياده الرئيس انه يتم ادراج موضوعات الامن القومي والسياسه الخارجيه ضمن مناقشات الحوار الوطني، طبعا نظرا للاوضاع الخطيره اللي يعني كانت نتيجه وتداعيات للعدوان الوحشي والمجرم من اسرائيل على قطاع غزه. والهدف انه يتم التوصل لمقترحات من الحضور تدعم موقف مصر الثابت وطبعا الصارم في مواجهة هذا الاعتداء وحماية الأمن القومي المصري وسيادة الدولة المصرية طبعا على أراضيها. في القضية الفلسطينية وعدم تصفية القضية وإن احنا نقف بحزم ضد أي محاولات لتصفية القضية وطبعا يعني النيل من حق الشعب الفلسطيني، دي كانت عناوين ثابتة الحقيقة وعناوين رئيسية كان بيتم مناقشتها امبارح. وعشان كده مجلس الأمناء أكد بالإجماع طبعا إن هو بيساند الموقف المصري تجاه طبعا هذه القضية ودعم طبعا كل قرارات الدولة المصرية في هذا الملف، باعتبار طبعا القضية الفلسطينية زي ما بأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي قضية القضايا، وإنه ما فيش أبدا أي حل لاستقرار الإقليم أو استقرار المنطقة سوى الوصول بحل عادل وشامل وتسوية سياسية وإعلان الدولة الفلسطينية. كمان مجلس الأمناء أكد على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الوطني والسياسي حوالين القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة. قال كمان مجلس الأمناء أنه في ظل الظروف الحالية بيلتمس من الجهات القضائية المختصة أنها تصدر قراراتها وفي حدود القانون بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نظرا لتصرفات أو أنشطة كانت بتشكل دعم للشعب الفلسطيني، لكن طبعا يعني كان في بعض التجاوزات وبالتالي انطبق عليهم القانون ومسألة الحبس الاحتياطي. فعشان كده مجلس الأمناء بيناشد الجهات القضائية وفي حدود القانون بطبيعة الحال أعمال السلطات الخاصة بهم في هذا الشأن والإفراج عن المحبوسين احتياطيا. وقال إن القرار ده هيزود من التلاحم الشعبي مع القيادة السياسية في حماية الأمن القومي بمفهوم الشامل. شددوا كمان على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظة الفارقة والظرف الاستثنائي اللي بتعيشه الدولة المصرية. ده كان فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية. من الملفات الداخلية واللي ليها الأولوية عند المواطن في الوقت الحالي وعند الحكومة بطبيعة الحال هو الملف الاقتصادي، علشان كده كان مطروح للنقاش وزي ما تابعنا كلام رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بخصوص المقترح أو الرؤية الخاصة انه يتم تحويل الدعم العيني لدعم نقدي. وعلشان كده قال ان الموضوع ده والملف ده هيتم احالته لمجلس الامناء او للحوار الوطني علشان يحصل فيه حوار مجتمعي، فالناس برضو يتكلموا ايه مقترحاتهم، شايفين الوضع ازاي. وعشان كده مجلس الامناء رحب باحاله الحكومه طبعا بقضيه التحول من الدعم النقدي للدعم العيني للنقدي في الحوار الوطني.